الحمد لله الذي أكرم نبيه الكريم بنعمة الهجرة وجعلها نصرا منه تعالى لعباده المؤمنين، أظهر بها دينه وأعز أولياءه ومهد لهم بها سبيل الحياة الطيبة. نحمده سبحانه وتعالى حمد العارفين، ونشكره شكر المنيبين، ونشهد أنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات، لما أذن الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بالهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، واختارها لهم دارا لتكون مهدا للحضارة الإسلامية ومنطلقا لها، كان ذلك إيذانا بميلاد مجتمع جديد مدبر عن كل مظاهر الجاهلية، ومقبل بقلبه وعقله على قيم الإيمان ومقتضياته التي جاء الوحي المشرف معرفا بها، والسنة النبوية الشريفة مرسية لقواعدها، حتى يهنأ العيش للناس فتطيب لهم حياة الدنيا وحياة الآخرة. والأمة اليوم في أمس الحاجة، وهي تحيي ذكرى الهجرة النبوية، أن تصحح ما اعترى هذا المفهوم من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، حتى تبقى له قوة الإمداد للحاضر والمستقبل معا. وهذا التصحيح لمعنى الهجرة نجده في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ففي حجة الوداع يوم ألهم الله نبيه الكريم بتلكم الوصايا الجامعة والمقالات النافعة التي سماها صلى الله عليه وسلم فقها يقتضي وعيا من سامعه حتى يكتب له الانتفاع بها، قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إني والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا بمكان هذا، فرحم الله من سمع مقالتي اليوم فوعاها، فرب حامل فقه ولا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ومن جملة الوصايا الجامعة التي تضمنتها هذه الخطبة الوداعية تصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم لجملة من المعاني الكبرى المؤسسة لمعاني الدين والتدين في الأمة، والتي يحتاج إليها المسلمون حتى تستقيم حياتهم ويطيب عيشهم، مثل معنى الإسلام ومعنى الإيمان ومعنى الهجرة. روى الإمام الطبراني رحمه الله بسنده عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: أليس هذا اليوم الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن حرمة بينكم إلى يوم القيامة كحرمة هذا اليوم. ثم قال: ألا أنبئكم من المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه، وأنبئكم من المؤمن؟ من أمنه المؤمنون على أنفسهم ودمائهم، وأنبئكم من المهاجر؟ من هجر السيئات وهجر ما حرم الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يصحح لنا هذه المفاهيم: مفهوم الإسلام، ومفهوم الإيمان، ومفهوم الهجرة. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه، ما كيتكلمش فيهم،
لا يؤذيهم بسب ولا شتم ولا غيبة ولا نميمة. من سلم المسلمون من لسانه، والمؤمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم ودمائهم. يعني ما كيعتديش عليهم بالضرب أو الجرح، وما كياكل لهمش الأموال ديالهم. والمهاجر قال من هجر السيئات وهجر ما حرم الله تعالى. دابا حنا اليوم نقع في أعراض بعضنا البعض، ونأكل أموال بعضنا البعض بظلم، ونسرق ونكذب ونغش ونفعل جميع المحرمات، وحنا الحمد لله مسلمين. شكون اللي غيحيد لنا الإسلام؟ فلنعرض أنفسنا على هذا الحديث. ولكم عباد الله أن تتأملوا في حقيقة هذه المعاني بالبيان النبوي، ولكم أن تتأملوا كذلك في سر جمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صعيد واحد بين الإسلام والإيمان والهجرة، باحثين عن الرابط، باحثين عن الرابط بينها وبين مناسبتها للهجرة وتأسيس المجتمع الجديد، مجتمع القيم والأخلاق الذي اكتملت فيه إنسانية الإنسان إلى أن وصلت إلى درجة من الكمال البشري المتمثل في الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق فيهم وعد الله بالرفعة. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وكما تحقق وعد الله بالحياة الطيبة في الصحابة الكرام لما حققوا شرطيها المتمثلين في الإيمان والعمل الصالح، سيحقق الله فينا من غير شك وعده بالسعادة والحياة الطيبة إذا نحن أخذنا بالمنهج النبوي الذي صار عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. راه نفس المنهج ونفس القرآن ونفس السنة، شو اللي مختلف؟ البشر. اش دابا حنا هما الصحابة في تعاملنا مع القرآن، في تعاملنا مع الوحي. إذا أخذنا بالمنهج النبوي، فين هو المنهج النبوي؟ فين هو القرآن؟ أين القرآن؟ دائما كنسولوا هذا السؤال. أين القرآن في حياتنا، في بيوتنا، في محاكمنا، في تشريعاتنا، في قوانيننا؟ فين هو القرآن؟ ما كاينش. اش من حياة سعادة؟ أي حياة سنعيشها وحنا عارفين شنو عايشين دابا؟ حياة النكد وحياة الضيق والشدة وغلاء الأسعار والمشاكل والمصائب ونسب الطلاق مرتفعة ونسب الجرائم مرتفعة، لأننا ابتعدنا عن المنهج النبوي، وابتعدنا عن منهج الصحابة رضوان الله عليهم، منهجهم في العقيدة وفي العمل وفي العبادة وفي كل شيء. هم فواد وحنا فواد. أيها المسلمون والمسلمات، ليست الهجرة بالبيان النبوي المتقدم مجرد مفارقة مكان إلى مكان آخر، بل معناها الحقيقي هجرة من حال الكفر والفسوق والعصيان والأنانية إلى حال الإيمان والرشد والطاعة والإيثار، وما تقتضيه هذه الحال من أخلاق المحبة والإحسان والعطاء ونفع الناس. وهذه حقيقة الإسلام وجوهر الإيمان التي جلتها آيات الذكر الحكيم وأحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وتجسدت عمليا في مجتمع المدينة مهاجرين وأنصار. الهجرة في الأصل ديالها كانت هجرة مكان، هجرة من مكة حيث كان المسلمون من قبل كفار قريش، وهاجروا إلى المدينة حفاظا على دينهم وعقيدتهم وبحثا عن الأمن والأمان والسلام. ولكن الهجرة لم تنتهي،
الهجرة اليوم تكون بالهجرة من الكفر والمعاصي والذنوب إلى الإيمان، إلى محاسن الأخلاق، كما رأينا مع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ذلك أن المهاجرين الذين فارقوا الوطن والأهل والمال ما كانوا يستطيعون ذلك لولا تلكم الهجرة الحقيقية التي تمكنت من قلوبهم. راه الا ما هجرش القلب المعاصي والكفر كاع ما يهاجر الهجرة الأخرى. حنا ما قدينا جاب حتى للهجرة الصغيرة، حنا غنهاجروا نسمحوا في الديار ديالنا والأموال ديالنا والنساء ديالنا والأولاد ديالنا ونهاجروا إلى الله. اش نهاجروا؟ حنا ما كنقدوش نسمحوا حتى في الفراش باش نوضوا نصليو، حنا ما نسمحوش حتى في المباراة باش تمشي تصلي. انت غتسمح في الوطن ديالك وتمشي تنصر الإسلام؟ اش من هجرة؟ هجرة إيمانية روحية تربوا عليها طيلة 13 سنة، أثمرت فيهم هجرة قيم الأنانية والشح والبخل لصالح قيم العطاء والتكافل والتضامن، وهي القيم التي تصنع الحياة الطيبة التي وعد الله بها عباده إنهم آمنوا وعملوا الصالحات فعاشوا الحياة في أرقى صورها. وكذلك الشأن عند الأنصار رضي الله عنهم الذين آووا ونصروا، تمثلت فيهم مقتضيات الإيمان وثماره الطيبة، فصدقوا الله في أخوتهم للمهاجرين وخاصة الفقراء منهم، فأشركوهم في أموالهم وأسكنوهم في دورهم واقتسموا معهم طعامهم. هذا راه الخيال. لما كنرجعوا للهجرة كنقراو هذا الشيء كيبان لنا بحال الخيال العلمي ماشي واقع. المهاجرين تركوا أموالهم وتركوا أبناءهم وتركوا ديارهم وتركوا نساءهم وهاجروا بلا شيء، والأنصار استقبلوهم واقتسموا معهم الأموال واقتسموا معهم الأراضي وأدخلوهم إلى بيوتهم. دابا هذا الشيء فينا؟ هذه القيم هذه فينا؟ هي في المجتمع ديالنا. دابا حنا بيناتنا راه الشيء تياكل شيء وكناكلوا العباد الله كناكلوا لهم الأرزاق ديالهم ماشي كنعطيهم من عندنا. ديالو كتاكلها ليه؟ كتاكل ليه الوقت ولا السلفك ولا شي حاجة وكتعتبر ذلك ذكاء؟ هادو لا، هؤلاء كانوا يؤثرون على أنفسهم. ديالو كيعطيها لخوه، حنا ديال الاخرين كناخذوها. وغنوصلوا الى مجتمع الصحابه ونعيش الحياه الطيبه التي عاشها الصحابه. فمثلوا الصوره الاكمل والنموذج الامثل للحياه الطيبه، مجسدين مجتمع الاستقامه الذي اقامه النبي صلى الله عليه وسلم على الايمان والعمل الصالح، فاستحقوا بذلك الخيريه وصاروا قدوة لمن أتى بعدهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كيجي شي واحد دابا كيقول لك شكون هما الصحابة؟ ويطعن فيهم وينتقص منهم ويحتقرهم. وهؤلاء هم الصحابة الذين رباهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الهجرة التي تحققت للصحابة الكرام رضي الله عنهم هجرة من حال الكفر إلى حال الإيمان وما يقتضيه، وهجرة من حال العصيان إلى حال الطاعة وما تثمره من عمل صالح، وهجرة من حال السوء إلى حال الصلاح. فالهجرة بهذه المعاني كلها هجرة باقية مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إذ بها تطيب الحياة ويحلو العيش ويصلح الحال، وهو ما دلت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله في الصحيح:
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح، يعني ما بقتش هجرة من مكة إلى المدينة، هكا شرحوه العلماء، لأن مكة أصبحت دار إسلام، ما يمكن لك تشرب منها وتمشي للمدينة، انتهت الهجرة. الهجرة كانت قبل، والذين هاجروا قبل هم الذين حصلوا أجر الهجرة، أما من بعد فتح مكة ما. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن جهاد ونية، جهاد باقي إلى يوم القيامة ولا ينقطع. دابا حنا لا هجرة لا نية لا جهاد لا استنفار لا نفور. إخواننا يقتلون الآن 10 أشهر وكل شيء كيتفرج، ما قديناش نعطيهم حتى يأكلوا، يموتون الآن جوعا. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا. ففي الحديث بيان من نبينا صلى الله عليه وسلم أن حكم الهجرة المكانية كان خاصا، وأن الباقي من معانيها جهاد النفس الأمارة بالسوء تخلية لها من شوائب الأنانية والشح والظلم، وجهادها لمخالفة داعية هواها، وجهادها عن التقاعس عن حقوق الله وحقوق العباد. كل هذا جهاد يحتاج إلى استنفار جميع القوى في الإنسان، إذ به تحقق سعادة الإنسان وتطيب حياته. ويشهد لهذه المعاني قوله عليه الصلاة والسلام المهاجر من هجر المعاصي، وفي رواية من هجر السوء. هذا ولنجعل مسك الختام، أفضل الصلاة وأزكى السلام على ملاذ الورى وشفيع الأنام في الموقف العظيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وانصر اللهم مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة الملك محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتجمع به كلمة المسلمين. واحفظه اللهم بما حفظت به السبع المثاني والقرآن العظيم، وأقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وجد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير السعيد مولاي رشيد، واحفظه في كافة أسرته الملكية الشريفة. وتغمد اللهم بواسع رحمتك ومغفرتك الملكين الراحلين مولانا محمدًا الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم أكرم مثواهما وطيب ثراهما وارفع مقامهما في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد بدل الدين وراحة للفقراء والمحتاجين والمساكين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين ولك من الطائعين ولآلائك من الشاكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.